الند الجبان هو شاهين اللي طاع رستم بيه زميله في الميدان علشان يظهر بمظهر البطل الوحيد في معركة الواحة. الند الجبان هو شاهين اللي باع القائد عزة بيه الألباني للأعداء. الند الجبان هو شاهين اللي خدع الباب العالي في اسطنبول وباع أسرار حربية بمبلغ 50,000 دينار. دلوقتي تحت رحمتي العبرة بالنهاية يا شاهين بيه. علشان اقتلك مش ضروري الوث السيف ده بدماء الغدر والخيانة. علشان اقتلك كفاية علي انك تعرف انا مين. انت مين؟ انا حسن الهلالي. حسن الهلالي؟ ايوه حسن الهلالي اللي رميته في السجن من 20 سنة طمعا في زوجته. حسن الهلالي اللي شاء ربنا انه ينتقم منك ويكشف ماضيك القذر امام زوجتك وامام ابنك. عيش بعد كده ما استطعت. اما اذا كان فاضل عندك شيء من الكرامة، اذا كان فاضل عندك شيء من الرجولة، فالسلاح هو قدامك. اهو ده الخنجر اللي حاولت من 20 سنة انك تموتني بيه. قدامك.